بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا السؤال نلقيه على فضيلة شيخنا الشيخ صالح فوزان حفظه الله، وهو أن بعض العوائل إذا توفي عندهم الشخص قاموا بإرسال رسائل يطلبون التبرع له بمبلغ مال يجعل له وقف ببناء مسجد أو حفر أبار، وربما يحددون المبلغ بكذا وأحيانا لا يحددونه، فما رأي فضيلتكم حفظكم الله تعالى؟ هذا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. هذا العمل مبتدع ولا يجوز، ربما يحرج المسؤول فيجيب على ما سألوا وهو غير راض بذلك، لكنه ينجبر على الموافقة، فلا يجوز هذا العمل، والله أعلم. الله يجزاك خير.